وبركاته. حياكم الله أينما كنتم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والضلال، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في هذا الموضوع أحبابي الكرام نتكلم عن الجنة، وما أجمل الإنسان أن يتكلم عن الجنة التي يتمناها كل مخلوق على وجه هذه البسيطة. فقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده يوم الميعاد إليه جائزة كبرى وهي الجنة، وقد وصفت الجنة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وصفا يدل على عظمتها وجلالها وما أعده الله لعباده فيها من الكرامات والنعم، ففيها ما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب، بل وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أحبابي الكرام، المرجو منكم مشاركة هذا الفيديو ليستفيد الجميع، والله ولي التوفيق. كما في الجنة الحور العين والغرف التي يتراءى باطنها من ظاهرها ككواكب السماء الدرية في الجنة، في الجنة يخلد الإنسان فلا يموت وينعم ولا ييأس، وإن الوصول إلى الجنة بلا شك يحتاج إلى سباق بين المتنافسين، امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولكن وعلى الرغم من أن الناس يتفاوتون في من يدخل الجنة أولا، إلا أن الآثار تبين لنا أن هناك أناسا يدخلون الجنة قبل غيرهم، كما أن هناك رجلا يدخلها قبل العالمين. فمن هو هذا الرجل وما هي تلك الفئة؟ اللهم ارزقهم الجنة يا رب. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أنه أول من يدخل الجنة من الناس، قال: آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وفيه: أنا سيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قطعا هو أول رجل يفتتح دخول الجنة بفضله على الناس ومقامه عند رب العالمين. ثم يدخل أول العزم من الأنبياء الذين اصطفاهم الله على عباده بالرسالة النبوية. قصة الصحابي بلال رضي الله عنه، روت كتب الأحاديث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه الصحابي بلال رضي الله عنه عن أرجى عمل له، حيث سمع دفتي قدميه بين يديه عند دخول الجنة، فبين بلال سبب ذلك، وأنه ما توضأ وضوءا إلا صلى به ما كتبه الله له، أي إلا توضى شي وضوء وصلى، ما تعاودش يصلي به مرة أخرى. وقد أول العلماء هذا الحديث أنه أريد به تمثيل حاله في الآخرة كما في الدنيا،
إذ كان بلال يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم بين يديه كثيرا. وفي أحاديث أخرى في أول من يدخل الجنة من فئات الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم يعد 500 سنة عند الله. وقد اسمع يا من تقول أنا فقير، فالفقير سيدخل الجنة قبل الغني 500 سنة عند الله. وقد نسب أن يكون حالهم كذلك بسبب قصر مدة الحساب لهم خلافا للأغنياء. والفقير بلا شك يعاني من أمور الحياة ومآسيها وابتلاءاتها، كما أن حياة الغني المادية في الدنيا تتسم بالراحة والدعاء بخلاف الفقير الذي قد يعيش البؤس والحرمان من المتع والملذات المباحة. وفي الحديث الآخر أن أول زمن يدخلون الجنة زمرة يدخلون الجنة سورتهم كسورة القمر في ليلة البدر بتوافر عدد من الصفات عندهم، والتي تدل على إيمانهم الصادق بالله تعالى وصحة توحيدهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يوفقنا للخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا فيديو قصير جدا نذكر فيه أنفسنا بالجنة، ونسأل الله التبات في الدنيا والآخرة. وأحبكم في الله، والسلام عليكم.